وقفات مع عامر. حياكم الله وهلا بكم. احنا اليوم جينا بيت عمرسن اللي تميزت فيه هو صاحبة المكان وليس المكان بحد ذاته. هنتكلم اليوم مع احدى راويدات الفن الحراك التشكيلي السعودي الاستاذة جواهر سديري. حياك الله استاذة جواهر. أهلا. كيف صحتك طيبة؟ اهلا بك. اولا انا شاكر انك سمحت لي نتشارك مع بعض فنونك من مكانك. شرفتوني والله. الله يسعدك. على فكرة جماعة الخير لي فترة طويلة أنا والأستاذ جواهر نحاول نوصل لبعض. كل ما أقول له يلا تقول لي معليش يا عامر الدهام، معليش يا عامر رمي من البيت. فالحمد لله استرطنا الفرصة وجينا سويناها وأخيرا. أي والله. أول مرة تلقينا أستاذ جواهر من حول 6 شهور. كنت مسوي معرض جدا جميل عن المرأة اللي هي وجوه أعتقد هي هو. وجوهي 4 شهور يمكن 4 شهور لا كان اسمه هن وهم ونحن هن وهم ونحن صحيح. هذه كانت طالبة كانت معرض نتاج مرسم هنا عندي ما شاء الله. طالبات كانوا يعني فكرتها بدأت من احنا مجموعة صاحبات واغلبهم كبار يعني ما هم صغار ما شاء الله هم يعني في العشرينات أواخر عشرينات تقريبا الله يسلم. فقرروا أنهم خلاص يعني ما عاد عندنا شيء نسوي عيالنا كبروا وأحفادنا كبروا فنبقى إحنا نعمل حاجة لنفسنا. جميل. إيش رأيك تعلمينا رسم؟ قلت لهم والله إذا أنتم جديين ما عندي مانع ما شاء الله بس لا تعطلوني إذا أنتم جديين. قالوا لا إحنا حابين نتعلم. فاجتمعوا وبدأت وعملت لهم حضرت لهم المرسم وخذنا الموضوع بجدية يعني الحمد لله ما شاء الله. والنتيجة كانت اللي شفته في المعرض كانت في زهرة العمر زهرة الوردة الجميلة. فما نقول كبار ولا صغار لأنه الإنسان توفقيني أستاذ جوار طول ما يعطي ويقدر يعطي في العطاء فهو معطاء فهو مستمر في الحياة الجميلة. طبعا أصلا أنا وصلت لهالنتيجة أو المرحلة هذه بصعوبة يعني يعني زي ما يقولون عافرت علشان أخذ الشهادة وعافرت علشان أظهر الشيء اللي طبعا لسه ما وصلت الشيء اللي جواي بس حاولت أني أعبر عنه ولو بشيء بسيط ما شاء الله عليك. لكن كان عاجبهم الشغل ويجون أحيانا يشوفوني وأنا أشتغل فقالوا نبغى نتعلم. بس في إذا تسمحي لي باللوم أستاذ جواهر لوم بسيط من أخوك يا عامر. أنت لك رحلة طويلة مع الفن التشكيلي وما شفنا لك مشاركات أو معرض خاص حتى ممكن نعرف السبب؟ والله سبب أسباب كثيرة هي صراحة. أنا لي تقريبا أكثر من 40 سنة أرسم ما شاء الله العمر كله إن شاء الله. ولكن كنت أرسم لنفسي وأخبي إلى أن يعني هو سبب الأولاد زواجات والأولاد ونربي الأولاد ما حبيت متفرغة لهم كنت. الله يحفظك. فلما دخلت أصغر واحد المدرسة خلاص إيه نعم كملت يعني. طبعا حتى دراستي كانت تدرجها صعب جدا. أنا من الناس اللي درست المعهد الفني بعد 6 ابتدائي من حبي للفن ما شاء الله. بعد 6 أقنعت أهلي ودخلت المعهد الفني. كان في شيء اسمه معهد فني ولغي حتى ما عملوا له يعني ما عملوا معهد عالي كان هو صح. والمعهد معلمات مع بعض نعم. أيام الملك خالد هذا الكلام الله, الله. الله يرحمه. وبعدين لما قفلوه احنا نبغى نكمل رفعنا خطاب أيام الملك خالد ووعدنا انه ان شاء الله لنا بيصير وبعدين المنية كانت أسبق من انه يصير يعني هالشيء. فاضطريت اني ارجع ادرس متوسط من جديد
درست متوسط كان ايامها في نظام 3 سنوات. والحمد لله نجحت في الدور الاول وبدات رحله الثانوي. طبعا كان العمر تقدم شوي وما يقبلونك في الثانوي بعد عمر معين. فدخلت مدارس خاصه. وكملت اولى ثانوي ثاني ثانوي حصل عاد اني تزوجت وخرجت عن الرياض ورحت بعيد يعني في الشرقيه تقريبا في الصومال. قعدت ما لا يقل عن 10 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. حاولت هناك اني اكمل ما رضيوا لانها حكوميه المدارس. قالوا منازل ممكن منازل. قلت منازل اوكي المشكله كويس. شيء يكمل. كان ثالث باقي لي يعني ثالث ثانوي وكنت متفوقه باولى وثانيه يعني ما شاء الله. فما حبيت اني احبط لهالدرجه برضه اصريت. بس لما رفضوا ده تعرف الواحد يصير عنده شويه احباط انه الانتظام افضل اكيد خاصه انه الواحد عنده اولاد وكذا. حصل اني كنت حامل وبرضه يعني هذا الشيء ترددت كثير. اضطريت اني اجي للرياض عشان الدور الثاني. وكنت قلت لك اني حامل وبصعوبه. بعدين حصل حادث لابو عيالي وكنت مختبره ماده وماده ثانيه تركتها. فخلص لغيت الفكره اني اكمل ثالث ثانوي. ورجعت ثاني مره. المسافه بين هنا وبين المكان اللي انا فيه 600 كيلو اروح واجي. طبعا مشوار الحالات هذه معاناه. معاناه فعلا. بالعكس هذا نوع من التحدي في الذات. بس كنت مصره ما شاء الله عليك. بعد تقريبا 10 سنوات تركت البلد هناك وجيت جبت عيالي وجيت عشان المدارس علشان استقروا خلاص في المدينه. حاولت اني استقر هنا يعني. اللي حصل انه لما جيت هنا انا عندي بنت من زوجي قبل ابن عمي وكانت في ثالث ثانوي واصله ثالث ثانوي. ما شاء الله. لما جيت متردده تكمل وما تكمل قلت لها تعالي ندرس انا وانت ابغاها تتشجع. ما شاء الله. فدخلنا مدارس خاصه برضه انا وياها وبنفس الفصل وتخرجنا من ثالث ثانوي. الام وبنتها بنفس الفصل. ما شاء الله تبارك الله. وخلصنا ثالث ثانوي. ما شاء الله. وكنت سعيده فيها اكثر مني انها خلصت معي يعني. بعدين صارت ظروف الوالدة تعبت وكذا وقفت برضو ثاني 3 سنوات. وبعدين حاولت اني اسجل في الجامعة. انا مصرة اني اخذ شهادة في الجامعة وتربية فنية هذا اللي كان الهدف. زين. برضو السن وقفني. الله يطول في عمره ويخليه الملك سلمان كان ايامها امير الرياض. ويجي للوالده، الوالده خالته ويجي قال لي ايش تسوي انت بس قاعده كذا طول الوقت؟ قلت والله انا نفسي اكمل جامعه بس قالوا كذا وكذا. قال لا ارسلي لنا ملف. الله يسلمك. اي نعم. وكان هذا الشيء لا ما انساه لا ابدا في حياتي. وعلى طول سجلت في الجامعه بشكل استثنائي. الحمد لله في التربيه الفنيه متفوقين تربيه فنيه. وكنت درجاتي عاليه بالامتياز مرتفع الحمد لله. طبعا النظري لا بس العملي اللي كنت كذا. ما يجي في خاطر السؤال لانه من لما كنت في مرحله الجامعه هذا شيء رائع جدا. انما طالبات الجامعه كلهم يقولوا لي خالتي. ما هذه هي لدرجه انه حصل مواقف طريفه يعني كانوا يفكرون عندي شيخوخة مبكرة لأنه بنتك بعمر بعمرهم بعمر الطلبة. كانت هي في قسم وأنا في قسم. الله سبحانك يا رب. سبحان الله. إي أيوة والله. كملت الجامعة. كملت الجامعة الحمد لله في 4 سنوات. ما شاء الله. طبعا تخرجت في سن كبيرة شوية. أنا ما عندي مشكلة أقول السن اللي تخرجت فيه ترى إذا عادي تخرجت عمري 50 بالضبط. ما شاء الله. إي نعم. لأنه لما دخلت الجامعة كان أصغر أولادي دخل المدرسة. فخلص تفرغت يعني ما عندي مسؤوليات. كانت الوالدة الله يرحمها توفت فما عندي شيء أسوي. والحمد لله كملت
وبعد كذا بدأت أكتشف نفسي عاد. لحظة أستاذة جوهر، يعني رحلتك مع الرسم من بعد 50 سنة؟ لا، أنا أرسم من أيام المعهد الفني، من يوم ما بدأت. من المرحلة الثانوية. سادس ابتدائي. أوكي، عشان بس أنا أرسم، بس كان ما هو ناضج. من متى نقول إنه صار متكامل جاهز؟ بدأ يتكامل وأنا في الجامعة. ما شاء الله ما شاء الله. عشان كذا دائما نقول يعني، او يمكن اقدر اقول انا ما كنت مقتنعه فيه الا بعد ما درست اكاديمي وعرفت ابعاده وعرفت كل شيء. يعني هذه النقطه استاذ جوهر، يعني دائما نقول الفن ما له عمر. اي نعم، هذه النقطه اللي بوصلها انا. يعني حضرتك تفضلتي قلتي انا شاكر وفخور انه قلتي سنك، لبعض الاخوات يقول لك العمر ما العمر، العمر يمشي، العمر يمشي أبداً. المهم ما يوقف. فانت ما شاء الله عليكي لما بديتي تبدعين كنت واصلت عديت 50 سنة، الله يحفظك ويطول عليك العمر، وسويتي شيء جدا جميل. فالناس تقول احيانا انه انا تاخرت من العمر، هم كلها 27 25 سنه. شو بدي اسوي؟ خلاص ما عاد بقى بالعمر قد ما راح. لا بالعكس، الانسان ما يدري متى عمره ينتهي. صحيح. فطالما انه في نفس حيبدا حيطلع، خاصه اذا عنده طموح، اذا عنده هدف لازم يوصل للهدف هذا. استاذ جوهر، انا شاركت طبعا في معارض بس لسه ما عملت سولو، ما عملت معرض شخصي. ان شاء الله تسويها ان شاء الله. استاذ جوهر، انا لاحظ اللوحه هذه لفتت نظري. نعم. واول ما شفتها من بعيد احسها كان نوع من الفسيفساء او الخزف بينهم. لكن ما شاء الله اشوف فيها تفاصيل جميله جدا. عمل يدوي؟ اي، كله عمل يدوي. نعم. تتفضلين العمل التجريدي؟ والله انا بدات بالواقعي طبعا. بدات بالواقع. نعم. اللوحه هذه ممكن تشاركينا كيف سوي تفاصيلها؟ والله تفاصيلها طبعا اكيد انه في تاسيس البدايه، وبعدين حددت الشكل، حطيت الالوان، حددت الشكل لانها هي مرسومه عن شاركت فيها في معرض البدر، قصائد البدر رسمناها. مركز ثقافي. كنت مشاركة من ضمن الفنانين اللي رسموا قصائد البدر. ما شاء الله. فهذه كانت عن أغنية ليلة لو باقي ليلة. الله. تخيلت أنها ليلة فرح، بنتين يرقصون بالصاجات. إيه نعم. فبالنسبة للفسيفساء اللي تقول، هذه كانت بالألوان أحطها بأمبولات وأرسم فيها. ما شاء الله. احدد فيها الشكل. من هذا قصدي انه المتلقي من بعيد ما يشوفها بالتفاصيل هذه. احيانا يعتقد انها قماش مقصوص ملصق. او قماش. لا صح، صح. ابدا، شغل بيد. عمل زي هذا عندي طولة بال ترى. ما انا بقول لك ايوه، يبغى له مره طولة بال. اي نعم. هذا اختك كم اخذت معك يا استاذه جواهر؟ والله يمكن 3 شهور. ما شاء الله. أكثر تفاصيل أعتقد فيها، لأنهم عطونا وقت حنا مرة قصير كان. لا أقل من 3 شهور. أقل. وقالوا لازم تخلص، كان البيسك معمول وطبقت عليه الفكرة. والغلاف النهائي؟ الغلاف النهائي رزن. رزن. مغطيتها برزن عشان الجليتر، الأمبول، الفساتين سهرة وفيها تقريبا شيء يلمع جليتر على أساس أنها بالليل تمسك عشان تطيح. إيه. فغطيتها عشان لحفظ الألوان. حفظ الألوان. عشان ما تخرب، يعني تظل عمر ان شاء الله. باذن الله تظل باذن الله. هويه الفنانه جواهر، لكل فنان له هويته، فالفنانه جواهر لها بصمه خاصه بهويتها باللوحات، بلوحات الابستراكشن اللي مسويتها. اعتقد هذا ملاحظه كثير من اللوحات اللي مسويته استاذه جواهر. اي نعم، هذا تقريبا سيجنتشر حقي، فموجود يعني هويتي موجوده في اغلب لوحاتي. هذا اللي حاطه ما شاء الله عليك. اي نعم. من ايش هو مكون؟ والله هذه قطع كروشيه انا اشتغلها بيدي. ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين اعملها طبعه على اللوحات واشتغل عليها يعني. يعني لاحظت في 1 2 3 4 5 وهنا جزئيه منها وبعض الاعمال الاخرى ما شاء الله عليك. الجميل في الالوان الاحاديه، الالوان اللي تسميها، لانه هنا طبعا عندي الاخضر والاسود الابيض الاساسي، تحسينها لوحه
تقدر يعني تعيشين فيها بتعمق اكثر، روحانيه اكثر. اكيد اكيد. لما ترسمين حاجه زي كذا استاذ جواهر، هل تكوني ماخذه فنجان قهوه جالسه تشوفي حاجه جميله؟ لا ولا شيء، انا ابدا اعيش مع اللوحه. تعيشين مع اللوحه؟ واحطها في الارض واشتغل عليها. ما شاء الله. ما حنشوف مرسمك الحين يعني. استاذ جواهر عنده مرسم، ما انا سميته مدرسه اكثر منه مرسم، ما شاء الله عليك. هذه عملتها 2011 تقريبا. ما شاء الله. اغلب اللوحات 2011. لاني بدات مع الدورات واشغلتني شوي عن نفسي. نسيتي نفسك مع الدورات اللي تعطيني؟ اي صاروا يسجلوا كثير، ف تفرغت لهم تقريبا يعني مره مرتين اعمل ارسم، لكن شفت الشغف عند البنات فرغت نفسي لهم، حسيت بنفسي اول. ما هذه كلمه البنات، مين من بناتك او احفادك له في الرسم؟ والله عندي بنتين يرسمون ما شاء الله زي امهم طالعين ولا؟ والله يمكن احسن. طبعا مين يشهد للغزال؟ واحده منهم عندها ورشه ما شاء الله تبارك الرحمن، ورشه تعمل فن بالخشب بالحفر اشياء زي كذا، واحيانا تعمل لوحات، تعمل طاولات سيرفس اشياء زي كذا. والحفيدات الاحفاد؟ الاحفاد واحده منهم الا ترسم. اجل نبغى ناخذ دوره مع الحفيده عشان نقارن، ناخذ درس من الام الاساسيه للبنت للحفيده. اي نعم. الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الله. الجيل الجديد طبعا رؤيتهم غير اكيد، وطريقتهم غير، يمكن يميلون اكثر شيء للافلام الكرتونيه والرسومات الكرتونيه. كاركترز يعتبر اكثر فيه. ما تتغير الاجيال، فالطبيعه تتغير، طبيعه الفن يتاثرون بها يعني. طبعا. لانه اعتقد الجيل حضرتك يختلف بنظرته للفن غير الجيل اللي بعده. اكيد. غير الجيل الحالي. اكيد. فهذا شيء متغير مع الحول، والعكس شيء جميل جدا. اكيد. الله يسلمك. استاذ جواهر، اللي ما يعرفك او ما يتابعك، انت سويتي هويه معينه على الانستغرام بالتحديد، اعتقد هذه هي اللوحه اللي الناس تقول ايش اللوحه الجماليه هذه. نعم. ايش معنى هذه اللوحه اللي اخترتيها تكون هي الصوره الرئيسيه؟ والله اللوحه هذه برضه كنت مشاركه فيها بقصائد البدر، وكانت عن اغنيه عيونك لا توريها. ما شاء الله. فعملتها تقريبا بالجسم الشرقي. والماسك يعني الفكره كذا جت علي. بعدين الخلفيه حاولت اعمل هارموني، هذه الوان اكريليك. ما شاء الله. على فكره الواني كلها اكريليك. كلها ما شاء الله. اللي عديت عليها هذه الهارموني اللي عملت فيه الاكريليك هو اللي شدني اني يعني فيها. اول مره اسوي الهارموني هذا. جميل جدا، تدرج الالوان. عجبني التدرج، تدرج صاير معاكس. بالضبط. ايوه. بعدين عملت التكتشر فيها طبعا ملامس، بس غطيتها بالرزن فما تقدر تمسكها، يمكن بعضها تبان. اي شيء بسيط. اي بس زي كانها لابسه فستان سهره، وفي شك وفي يعني عليه تطريز ما شاء الله. اي تطريز. لما قلت لي تدرج الالوان، هذا علم بحد ذاته استاذ جواهر، متى نقدر نقول كمتلقي يشوف الالوان بدمجهم؟ هو تكنيك. طبعا انت تكتشفه بنفسك. ما شاء الله. يعني انا مو كل شيء طبعا الجامعه بالضبط اعطتني اياه، اعطتني البيسك الجامعه. اكيد. فانا طبعا طورت نفسي، حاولت اني ادمج الالوان، حاولت اني اعمل اشياء مختلفة، اللي يجي معي اسوي. ما شاء الله. الله يسلمك ربي. اذا تسمحين لي استاذ جواهر، انا بسميها عروس الاحلام. ممكن. انا كذا اشوف انه تجسدت في فستان رسمي كنا عروس. طبعا اخذت هويتك. النجوم اللي حولها من الاحلام او التفاؤل، تنثر احلامها، تنثر احلامها. فبس ليه الاسود جاء واللي مغطي كامل على الـ 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 العروس التحية؟ عشان تبرز اللوحه. اوه جميل. يعني تظهر اكثر. صحيح. كل ما صارت الخلفيه اغمق تبين اكثر. ما حبيت لو حطيتها بني هذا يختفي اللون الفستان،
فلازم يكون لون يبرزها أكثر، ترتج الجسد أكثر. هل شفتينها في مكان طبيعي البنت هذه؟ شفتينها كطبيعة كشخصية؟ لا، من الخيال. من الخيال. من الخيال. ما هذا أعتقد من جمال الفنون، يعني سوفقيني أستاذة جوار، أنه دائما الفنان من جمال فنه أن يكون قصة من الخيال يعيشها ويطلع بريشته على العمل الفني. أكيد. على طاري الريشة، الفرشة، أنا ما رسمتها بفرشة. نعم؟ ما رسمتها بفرشة. إذا كيف رسمتيها؟ أنا بحط الألوان. أيوة. وبحركها وبعدين أخليها تنشف، بعدين أخذ الجزء اللي أنا متخيلته وألغي الباقي. الأسود هذا إلغاء لنفس الألوان. أوه سبحان الله. بس الكلمة قلتها يعني أستاذ جوهر رائعة. الحين أنت تحطين اللون وأنت مغمضة وتبتدين تحسين بها. لا إيه، أبدأ أحركه مع بعض عشان يتجانس مع بعض، وبعدين أخليه. بعد فترة أجي وأتأمل في اللوحة إلين أشوف فيها شيء، بعدين أحدد الشيء هذا وألغي الباقي. طبعا هو مو فن جديد، ولكني حسيت فيه أكثر. هو نوع من الهوية الفنان إيه نفسه إيه. وبرضو حافظت على، بعدين حطيت البصمة. البصمة حقتك. بس على فكرة لما جينا البيت والمرسم الأستاذ جوهر، البصمة هذه ما حصلتها غير في لوحاتها، فعشان لا تقول موجودة في كل مكان البصمة حقتك. الله يسعدك. هو تقريبا هي تنقيط هندي، بدأوا في الهند فيه. هي مدرسة طبعا عالمية تنقيط. بدأها فنان عالمي، ولكني حسيت انها هندية ما اعرف ليه. قمت لبستها ساور والحنة. ما شاء الله. أستاذة جواهر جميل جدا انه تتغير نوعية الفن، فما شاء الله عليك حضرتك اعطيتيني لمسة مختلفة بالرسمة هذه او باللوحة بالعمل الفني بالاحرى، انك سويتي عدة لوحات في لوحة واحدة. نعم، هي خمس قطع. الصعوبة فيها انه وانت تشتغل فيها لازم تعمل نهاية الشكل هذا بداية الشكل هنا مستمرة، بحيث انك تطابقهم مع بعض. يعني لو كانت قطعة واحدة كان اسهل. اسهل اكيد. بس ما ادري ليه دائما ادور الصعب. بالعكس دائما تشوفوا انتم تحبون تطلعوا عن المألوف، لازم يكون في نوع من احب الشيء اللي فيه جهد، اللي اسويه فيه جهد وفي فكر، يعني مو انه بس عمل وخلاص. برضو اشتغلت عليه بالقطعات الكروشيه وتنقيط، مدرسه التنقيط. مدرسه التنقيط هو اكثر. اي بس واضح انه البروشيه مغطي اكثر جزئياته ما شاء الله عليك. اي نعم. فكره حتى يعطي ريفلكشن بس، يعني يعطي حتى فكره الالوان انه كيف مسويتها بطريقه مختلفه. يعني عكس اسود وابيض. عكس ايوه بالضبط عكسهم. ما شاء الله عليك. هذه تنفع يعني جدارية كبيرة. هي تنفع جدارية وتنفع في السقف، تتعلق في السقف. بس كيف تحلقينها؟ تصير إضاءة خلفها. مثلا في الديوانية. جميل جميل ما شاء الله. طيب ليه ما شفناها عندك معلقة؟ متر ونص أو متر وسبعين. في متر وسبعين. أبغى أشوفها معلقة عندك أستاذة جواهر. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدك ربي. والله الفنان دائما مهما سوى يحس انه لسه حيسوي افضل، فما ما يقتنع باللي سواه. ممكن انت تقول واو، لكن انا اشوفه عادي يعني لسه. هذا قمه التواضع لما تقول لك كلمه زي كذا. هذا قمه التواضع يعني 40 سنه وانت ما شاء الله تلزمين. لو سالت اي فنان حيقول لك نفس الكلام. ما شاء الله بالعكس كلكم خير. انا يمكن اقلهم حاليا، لكن برضو بيقول نفس الكلام. ما شاء الله الله يحميك ويوفقك ربي. من مرسم الفنانة التشكيلية أستاذة جواهر، أنا ما أقول لك مرسم، أقول لك مدرسة من الفنون. يسعدك ربي. يوم بديتي فكرة أنك تسوي تدريس، إيش اللي كان رسالتك من وراها؟ الرسالة أنه الناس كانوا مصرين أنهم يتعلمون الرسم، وحسيت أنهم حابين يتعلمون بجدية يعني.
طبعا قلت لهم عادي يعني اعلمكم ليش لا، لاني انا عانيت علشان اوصل وكنت ادور احد يعلمني. حقيقه الانسانه اللي ما يمكن انسى فضلها وهي طلعتني من القوقعه اللي انا فيها استاذه هدى العمر. هي اول انسانه اكتشفتني وشجعتني اني اظهر يعني. ما شاء الله الله يجزيها خير. اقنعتني يعني انه ما انت اقل من غيرك. صحيح. لكن زي ما قلت لك في بدايه اللقاء حرام اساتذه الفنون انه ما يبرزون نفسهم للاجيال، ما هو للاعلام بقدر ما هو لانه رساله، يعني هي رساله انتقاليه بالاجيال. هي رساله، بس الرساله عاده الفنان يستنى الى ان تنضج هذه الرساله. يعني لما يحس انه بدا يعني الممارسه تخليه يوصل لمرحله معينه، ساعة ممكن انه يطلع. اللوحة المغفور له الملك عبد العزيز. ايه. تحسينها مخطته بعز شبابه. اي نعم. وكذا جدي. اي نعم. في لوحات اجمل من كذا، ليه اخذت اللوحة هذه تحديدا؟ والله النظرة شدتني. نظرة رسمة رسمتها من فترة يعني مو جديدة، ولكن أبغى أطبق عليها تكنيك جديد بحيث أني أدخل عليها ذهبي، أعمل المقصب ذهبي، وعملت الفكرة يعني لكذا صور لأحد يعني طلبيات، فعجبني أني أطبقها على الملك عبد العزيز المغفور الله يرحمه إن شاء الله. يعني جميل انه طبعا انا قاعد اشتغل عليها ما كملت. يعني هذا بقولها يعني هذا لسه تعتبر من احدث اعمالك الفنيه تقريبا، من شغال احدث عليها. شيء انا قاعد اشتغل عليه. متى نقدر نشوفها نقول انه خلصت؟ والله حسب المود. حسب المود. حسب. بقول للاستاذه جوهره تستحي لها تقتنيها، فما ردت عليها فكره. الله يسعد ايامك ربي. بالعكس شيء جميل انه خاصه انه برسم البورتريه يكون الملامح واضحة وتفاصيل العين ما شاء الله عليك، أنت استاذتنا بالفنون. الله يسلمك. فأنا أتشكرك لعطائك بهذا الشيء من الجمال. لما تكمل أعطيك خبر. الله يسعد لي أيامك. أتشرف والله. ما تغلى عشان أخذ صورة جنبها بس. ما تغلى علي. لا الله يسعد لي أيامك ربي تسلمين. الله يسلمك. أستاذة جواهر بقول لك شكرا جدا لعطائك وقتك من أولادك وأحفادك. الله يسلمك. تشرفنا بوجودنا معاك. بالعكس لي الشرف والله. الله يسعدك ربي. الله يسلمك. دائما نقول منكم وعليكم، فحنا تلاميذ لأجيال قادمة برسالة بسيطة إعلامية، فإن شاء الله يكون لقاء ثاني مع فنانين سواء من وطننا الغالي السعودي أو العالم العربي أو أي مكان في العالم. فخليكم ويانا في لقاء ثاني إن شاء الله قريب. يومكم سعيد.